اوكي، المفروض الان انه صار الوضع تمام، كل شيء جاهز. اوكي سو طبعا احنا بقيت تحكي انه اذا انت طبعا تاخذ كورس بدك تعرف ليش وشو علاقته بالسوفت وير انجينيرنج. اوكي، فاحنا طبعا انه سوفت وير انجينيرنج. اوكي، طب مين بيحكي لي شو سوفت وير انجينيرنج؟ حكيناها المره الماضيه، يعني انتم الان اغلبكم خريجين يعني، او يعني ماخذين مشاريع تخرج وغيره. لو واحد حكى لك شو يعني سوفت وير انجينيرنج، مين بيحكي معي؟ دكتور، يعني انه هي عباره عن تصميم وتطوير الانظمه. انا سامع صوتك على فكره، بس مش يعني عارف صوتك، ماخذ معي قبل المره هاي. دكتور ريم العمري. ندى، ندى ولا مين؟ لا ريم. مين عفوا؟ ريم العمري. ريم. صح راح صح. شفت كيف ذاكرة؟ أنا نعرف الشكل صنع الصوت. أوكي يلا تفضلي يا ريم. دكتور بحكي لك، أنت بتقدر تحكي أنها هي عبارة عن تصميم وتطوير الأنظمة اللي بيحتاجها بالعادة اليوزر. اليوزر يعني software engineering، تطبيق الأنظمة. شو قصدك بأنظمة يعني مثلا؟ أي نظام بيحتاجه يوزر، يعني شو ما كان. software يعني أنظمة software صح؟ كلام ريم صحيح يعني، لكن حكتها بطريقة مختلفة، ولكن هو أنا فهمت عليها وكلامها صحيح. هو قصدها إنه واحد عنده فكرة، أوكي، فكرة بده الأشخاص يستخدموها، مش أشخاص يعني إن يستخدمها جهة معينة، وكان حلها بإيش؟ إنه كتب لها سوفتوير، عملها سوفتوير، أوكي. فهذا كلام صحيح، يعني فكرة، حول الفكرة لسوفتوير، يعني المشكلة شو هي الفكرة، حولها حلها بإيش؟ بسوفتوير. أوكي، يعني سوفتوير انجينيرينج، إذا بدنا خلاصة الخلاصة، إنك أنت بتأخذ فكرة بتعمل لها سوفتوير برودكت أو سوفتوير سيستم، مثل ما حكت إنه نظام سوفتوير، يعني هو البرودكت. أوكي، إن سوفتوير. أوكي، طب شو يعني حل هالمشكلة اللي هو أجت من هون كلمة انجينيرينج؟ اوكي، فانجينيرنج انهم بحلوا مشاكل. اوكي، طبعا يعني كلمه لما نقول بحل مشكله، انت يعني ممكن يعني تشوشك شوي كلمه مشكله، لانه احنا بنستخدمها بطريقه مختلفه بحياتنا العمليه. المشكله مقصود انه واحد بده يعمل شيء، مثلا بده يبني جسر، يعني بدي الناس مثلا في عندك مثلا ازمه على دوار، مثلا راعي عمل نفق، هنا حل مشكلة بنى نفق. مين اللي بنى النفق؟ حل لهم المشكلة بطريقة هندسية، المهندسين بنوع هندسي معين. أوكي؟ احنا عندنا هون مثلا عندك فكرة مثلا انه انا بدي اعمل مثلا مطعم بده زبان يطلبوا منه من بعد، اوكي، ويعطيهم المنيو من بعد، يطلبوا له من التلفون الى اخره، وكيف يبعث. هاي يعني فكرة اللي هي المشكلة اللي بدنا نحلها، راح واحد بنى لهم فيها software product. هذا اللي بنى لهم فيها السوفتوير برودكت، هذا سوفتوير انجينير. اوكي، معناته انجينيرنج انت مديت بمراحل. اذا حكينا مراحل الانجينيرنج بشكل عام، هي عباره عندك مشكله اللي هون احنا بنسميها ايش؟ بنسميها انيشال ستيت، اللي هي مرحله المشكله، يعني مرحله الفكره اللي انا بدي احلها، اللي أنا بدي أبنيها، اللي أنا بدي ألاقي لها يعني شيء الناس تستخدمه. أوكي، طبعا يعني ممكن تلاقيها برا مراحل اللي هي مسميها problem solving، اللي هي مراحل حل المشكلة، ممكن بأسماء مختلفة عن اللي على السلايد. أوكي، لكن كلهم بيؤدن إلى نفس المعنى. أوكي، ف initial state انه عندك فكرة، عندي واحد مثلا قال والله انا بدي مطعم، والمطعم بده واحد يطلب الى اخره طلبات مثلا. اوكي، فهون شو بيجي بيعمل؟ هاي مرحلة الفكرة. اوكي، مرحلة المتطلبات اللي احنا بنسميها بالسوفتوير انجينيرينج، اللي هي requirements. اوكي، بعد ما تعرف شو هي المشكلة وتفهم شو المشكلة، طبعا انت مش لا يمكن تبدأ بحل اي مشكلة، اوكي، قبل ايش؟ قبل ما انك تفهم هاي المشكلة. اوكي، قبل ما انك تفهم هاي المشكلة.
يعني مستحيل انك تبنى فمستحيل انك تبدا بحل اي مشكله قبل ما تفهم هاي المشكله، اوكي؟ فبعد مرحله انك تفهم المشكله بتبدي اللي هون سميناها ايش، operational state. شو يعني operational state؟ مرحله the solution state، انك بلشت كيف، شو كيف بدي اعمل هالنفق مثلا اللي على الدوار، شو كيف بدنا ندرسه وكيف بدنا نبنيه وقديش بده مواد، حتى انه كيف بدنا نبنيه وبعدين ننفذ عمليه البناء. هاي مرحله الحل، مثل السوفت وير انجينيرنج. انت بتبدا انيشال ستيت، شو بواجهها عندنا بالسوفت وير انجينيرنج اللي هو ريكويرمنتس اند اناليسيس. يعني انتوا لو ما اخذتوا كورس الريكويرمنتس، انت كنت بمرحله انك تفهم المشكله، اوكي، وتعمل اناليسيس. كلمه اناليسيس شو معنات اناليسيس؟ اني افهم المشكله. وانتوا اللي ماخذين مشروع واحد، اوكي، بيعرفوا هذا الكلام. يعني الان انتوا بمرحله ذا انيشال ستيت، نقطه البدايه، يعني انتم مرحله ريكويرمنتس ان اناليسيس، بدك تعرف شو بدنا نبني بهالمشروع، اوكي. لما 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 تفهم هذا الكلام، بدك تبدا مرحله اللي هون مسمينهم بشكل عام اوبريشنال ستيت، اوكي. يعني كيف بدي ابني هاي الفكره بحاله السوفت وير انجينيرنج، كيف بدي ابني هاي الفكره ان سوفت وير، اوكي. طبعا كيف بدي ابني هذا الشيء، هون دخلنا بموضوعنا اللي هو ديزاين. كيف بدي ابني الشيء ونفذه، يعني مرحله الديزاين هي كيف بدك تبني الشيء بالسوفت وير. لو من بدي اذا كان عندي سيستم، ممكن اقسم السيستم وبعدين كل قسم ادخل جويت كل قسم اللي بنسميه كومبوننتس، اوكي، افوت جويت كل كومبوننتس واقول كيف بدي اعمل الكود، واقول هون بدي احط كلاس A وهون كلاس B وهون بدي احط ميثودز وهون بدي احط اتريبيوتس. هاي مرحله ايش، كيف ابني السوفت وير واكتب السوفت وير اللي هو الامبلمنتيشن، كلياتن مع بعضهم، اوكي. هذولا مرحله الديزاين. ديزاين كيف تبني الشيء، يعني انت لو تكتب، لو تاخذ سمبل بروبلم تكتب لها كود، انت عملت لها كمان ديزاين، مش فكرت كيف اكتب الكود وفكرت اي كلاس مثلا بدي احط هون، اوكي، بدي احط ميثودز، اوكي، بدي احط اتريبيوتس، اوكي. فهون انت عملت ديزاين بذهنك، اوكي، وكتبت الكود، اوكي. وكيف كتبت الكود الان؟ طيب ليش بدي افكر كيف بدي اكتب الكود او كيف بدي ابني السيستم وكيف اكتب له الكود؟ لانه احنا ما بنكتبش كود لمره واحده، بنبنيش سيستم لمره واحده. اذا بدك تعمل سمول بروبلم ممكن ما تفرقش عندك كثير، بتقول والله اذا طلبوا مني التعديل خلاص بكتبه من جديد. لكن بالحياه العمليه هذا الكلام ما بزبط، اوكي. بالحياه العمليه لما تكون ممكن الاف الناس تشتغل على نفس السوفت وير برودكت ما بزبط، اوكي. يعني مثلا شوف، اطلع على الايفون على سبيل المثال، يعني انت بتتخيل الاف الناس اللي بكتبوا السوفت وير على نفس البرودكت، يعني انت اصلا مش مسموح لك تغير اي شيء بدك اياه. انت التيم اللي الك، وهذا بالحياه العمليه، يعني انا اشتغلت فيه وشفته بالحياه العمليه، انت بتشتغل مع الاف، لكن انت مسؤول والتيم تبعك مسؤول عن جزء صغير من هذا البرودكت، اوكي. يعني ما بتقدر تغير اي شيء بدك اياه، اوكي. فانت بتكون ملتزم بالجزئيه اللي عندك. فتخيل كم هذا من الهائل من الناس بيشتغلوا مع بعضهم، لازم انه عارفين كيف عاملين هذا السوفت وير بحيث انه يظلوا يعمل له ابديتس. يعني اي برودكت تقدرش تعمل له ابديت، البرودكت هذا مصيره الموت يعني، والشركه مصيرها الموت. فلازم نظننا نقدر نعمل لها ابديت. وانت عود نفسك، يعني الانسان فيه يعود نفسه على الصح، اوكي، بصير الصح اسهل. يعني انت لو بدك تكتب كود حتى لو صغير، فكر كيف اكتبه، اوكي. فكر انه لو تم تعديله، حتى لو انك عارف انا بعمل اول مره، بصير طريقه سلوكيه انت بتتعود عليها بكل مكان. فاحنا اذا المرحله الاولى بالانجينيرنج هي مرحله initial state اللي هي مرحله the problem. We need to understand the problem. اوكي، we need to understand the problem. والبروبلمز طبعا مختلفات. يعني انت لو متبلش تكتب سوفت وير، احيانا بيطلبوا منك ايش،
بطلبوا منك شغلات يعني صعب تنفيذها، يعني مش صعب انك بتقدرش تعملها، صعب مثلا على سبيل المثال اللي هون مسمينها على سلايد wicked problem، اللي هو مثلا احيانا في اشياء متناقضة. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن يقول لك انا بدي استخدم لينكس النسخة المجانية، وبنفس الوقت لازم ان الكود اللي عندك يعمل ديلي مثلا مايكرو سكندز، يعني اقل من الملي سكند. طيب النسخة العادية الجنرال لينكس يعني اقل اشي بقدر يعمل له ديلي مظبوط اللي هو 1 ملي سكند. شفت كيف؟ يعني مطلوب منك تعمل شيء، ومطلوب تستخدم لينكس مثلا، ومطلوب انك تعمل ديلي ان مايكرو سكندز. كيف بدك تحلها؟ لازم تلاقي لها حل. ما بتقدر تقول انه والله انا ما بنصحك وروح اشتري لينكس ثاني، لا، لانه صاحب الشركه بقول لك انا مشغلك عندي علشان تحلي مشاكل، اذا بتحليش مشاكل شو بدي بيك يعني. اوكي، فالمهندس دائما بحل مشاكل. اوكي، فلازم تلاقي حل للمشكله. مثلا استخدم لينكس واعمل ديلي بليس دان 1 ملي سكند، لازم افكر والاقي حل. اوكي، فهذا الكلام انه كيف البروبلمز. يعني انت كمان ممكن انه مثلا الاشياء كثيره مثلا تكون غير واضحه، ظلك تسال اسئله حتى تصير واضحه. اوكي، يعني انت ما بتكتب بالحياه العمليه زي ما بتاخذ مثلا على سبيل المثال نعطيك مثلا بروجكت او اساينمنت تعمل لها كود، مكتوب لك هالورقه وبتكون حاطين لك كل شيء واضح ما استطعنا. اوكي، وبعدين تبلش تكتب الكود عليه. لا، بالحياه العمليه انت الريكويرنس تجمعها من خلال اجتماعات، ومن خلال يعني بتكون الامور غير واضحه. هاي مشكله البروبلم تبعت الريكويرمنتس. اوكي، وبتلمسوها اول شيء، بتلمسوها لما تبلش تعمل مشروع واحد. اوكي، انها حتى الفكره فكرتك، وبتتغلب بصياغه هاي الريكويرمنتس. شو بدنا نعمل بعد ما نعمل الريكويرمنتس؟ بدنا الديزاين، لازم نفكر كيف بدنا نبني السوفت وير. اوكي، فلهذا السبب ان ذيس كورس ان شاء الله لازم نفكر كيف نبني السوفت وير قبل ما نكتب السوفت وير، يعني قبل ما نكتب الكود. فلهذا السبب احنا بنستخدم مثلا احيانا ان نرسمها بيو ام ال. هي المساله مش يو ام ال، هي المسألة أنا بدي أعرف إنك أنت قاعد بتفكر كيف تكتب الكود، وكيف تبني السيستم، وكيف تكتب السوفت وير قبل ما تكتب الكود نفسه. أوكي، ف UML مش شيء اللي يعني في كثير يعني حتى بالفاينل إكزام، وهذا السؤال سألته كثير وكررته كثير، إني أسألكوا يعني للطلاب وزملائكم اللي سبقوكوا إنه شو هو السوفت وير ديزاين. في منهم بيجي بيقول لك UML diagrams. اوكي، طبعا يعني لو بدك تدقق اللي بيجاوبك هذا الجواب يعني والله لا يستحق انه 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 يعني تزعلوش مني، بديش احكيها يعني. اوكي، يعني على الاقل بنقول لا يستحق انه ينجح بهذا الكورس. اوكي، لانه انت طيب ماشي اللي بيعمل software product واستخدم الشيء UML، اللي بيجاوب سؤال الجواب مثل هيك، اللي 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 عمل software product وما استخدمش UML يعني ما عمل السوفت وير ديزاين. شو هالكلام يعني؟ اوكي، هذا كلام يعني غير منطقي. اوكي، فسوفت وير ديزاين كيف تبني الشيء. انا ممكن اقول لك كيف بدي ابني الشيء، ممكن امسك الورقه وارسم لك رسمه بطريقتي الخاصه اني انا بدي اعمل هيك. اوكي، ممكن ارسم لك الرسمه طريقه رموز UML، لانه UML انا بحب استخدم كلمه رموز. اوكي، لانها UML هي رموز. اوكي، مش اللي بيقول لك كيف تبني السيستم ولا كيف تعمل ديزاين، هي رموز بتعبر عن فكره بذهنك. انت بتقول لي والله انا بدي اعمل مثلا هنا كلاس، وهنا بدي احط كلاس، وبدي اعمل انهيرتنس من هذا الكلاس، مثلا كلاس A بدي اعمل له انهيرتنس من كلاس B. فانت بدل ما تقول لي هالكلام هذا ممكن ترسم لي رمز رموز UML، ولأن أنا مفروض بعرف رموز UML وأنت بتعرف رموز UML، أفهم عليك هذا الكلام بدون ما تشرح لي. هذا فكرة UML، يعني UML رموز. فلازم نفكر كيف نبني السوفت وير. وإحنا بنستخدم بالكورسون رموز UML مش لأنه UML هي the best وأحسن إشي بالدنيا، لا، لأن رموز إحنا المفروض إن بنعرف شو معنات الرموز.
لأنك إذا رسمت بطريقتك الخاصة وقلت لي بطريقتك الخاصة وعبرت لي عنه بطريقتك الخاصة ممكن ما نفهمش على بعضنا، لكن إذا استخدمنا رموز متفق عليها نفهم مع بعضنا. بعد ما نقول كيف بدنا نبني الشيء إن كود نكتب له كود. يعني في طالب بقى يقول أنا بعرف شو أمل، بس قلت له ماشي اكتب لي الكود وتعطيني شو أمل، أوكي اكتب لي بالكود وتعطيني شو أمل. أنت إذا كتبت الكود فيك الترجمة لا يؤمل أو العكس، يعني ما في مشكلة، أنت ماخذ كورس كامل عليه، أوكي. فهذا الديزاين كيف نبني الشيء. فهون بالكورس كيف بدنا نبني الشيء وبدنا ننفذه. يعني إحنا ما بدنا ندرس، إحنا بندرس نظري وبعدين بدنا ننفذ الكلام النظري. يعني النظري ما إله معنى بالحياة العملية إذا ما طبقته. يعني ما في والله أنا إنسان صادق وغيره إذا ما شفنا تطبيق الصدق عندك بالحياة العملية، أوكي. وكمان ما بنقدر نطبق العمل بدون ما نفهم النظرية تبعته كلامه، أوكي. فالاثنين يعني متكاملات مع بعض، أوكي. فمرحلة الحل اللي هي الأوبريشنال ستيت، أوكي، اللي هي عندنا بالسوفتوير انجينيرينج شو هن؟ اللي هي مرحلة الديزاين. الديزاين يعني كلمة ديزاين كيف أعمل الشيء، كيف أبني السيستم، كيف أكتب الكود، هاي مرحلة الديزاين. implementation هي التنفيذ للكيفية، كيف أعمل الكود، يلا بدنا نكتب الكود. إحنا قلنا كيف بدنا نعمله، الآن بترجمه بكود أو بترجمه بأي شيء آخر، أوكي. فهذولا متداخلات مع بعضهم، متداخلات مع بعضهم. وكمان مرحلة الحل اللي هي الأوبريشن ستيت عندكم اللي هي مرحلة التستن. مرحلة التستن إلها علاقة، شو يعني التستن؟ اثبت، احنا قلنا انه شو بدنا نعمل سواء بالريكويرمنت، اثبت لي انه اللي بنيته بالكود هو فعلا اللي حكينا لك انك تبني اياه. فهذا هو التستن، اوكي. طبعا بعرفش اذا اخذتوا كورس سوفت وير تستن بعدكم او يعني اذا او هتاخذوه او كذا. فهذا يعني لوس تستن، اثبت انك لا، بس اثبت يعني بدي امشي ارجع على الريكويرمنتس واقول هل اللي عملته انا الريكويرمنتس بالكود ولا لا، اوكي. هنا احنا بمرحله السوفت وير ديزاين اذا اخذته نهتم باليونت تستن. يعني اليونت تستن مع انه مش داخل معانا بالكورس هون، طبعا هذا داخل معك عند الدكتور محمد الزناتي بالسوفت وير تستن كيف تعمل يونت تستن، لكن اليونت تستن للعلم إليك هو جزء من السوفت وير ديزاين وامبلمنتيشن اند امبلمنتيشن. ليش؟ اليونت تستن اول ما تبلش تكتب كود بدك تعمل له تستن. يعني ما حدا بالحياه العمليه اذا الشركه بتحترم نفسها يعني بتشتغل صح مش راح يخلوك يقولوا لك روح اكتب لنا الكود سلمنا اياه واحنا نثق بكلامك. يعني انا ما بثق بالكود اللي انا بكتبه اذا ما جربته، اوكي. فتجربه هو عمليه تستن، فهو اليونت تستن. لكن احنا هون بالكورس ما بدنا ندخل باليونت تستن، احنا نعمل مثلا زي مين ميثود تبع جافا بنحط لنا كم تيست كيسز. يعني ما تفضلي دكتور، اخذنا بماده البي ام انه عندي نوعين من التستنج، يا اما بعد كل مرحله بعمل تستنج يا اما بس اخلص كل شيء بعمل تستنج. بس انت هلا بتحكي انه التستنج لازم يكون جزء من الديزاين قبل ما اكمل باقي الكود، صح؟ اوكي، هو شكرا لسؤالك، اللي هو المراحل هاي، اوكي. المراحل هاي طبعا انا كيف انتقل من الريكويرمنتس للديزاين وللامبلمنتيشن وللتستن والاخره، هاي اللي احنا هون بنسميها بروسيس موديل، اوكي. يعني احنا بنقول هذول مراحل السوفت وير انجينيرنج، لكن كيف انتقل من مرحله الى مرحله؟ في طرق، في منها مثلا الواتر فول اللي انت حكيتي عنه، انه بس اخلص مثلا الكود بعمل له تستن، اوكي. لكن التستن المقصود فيها هون اللي هي سيستم تستن مش يونت تستن. مع ريم اللي بقيت تحكي معي، صح؟ اللي هو سيستم تستن. شو يعني سيستم تستن؟ انه الريكويرمنتس تبعت السيستم اللي عملناه، خلينا الان نتاكد انه فعلا هذا الكود اللي عملناه بقى مظبوط ولا لا. سيستم تستن انت بتفحص ضد الريكويرمنتس،
وهذا اللي بيعملها مش السوفت وير ديفلوبرز، يعني مش اللي كتبوا الكود. يعني مثلا انت عندك نظام، مثلا كتبتي سوفت وير لنظام مستشفى، اللي بيعمل السيستم تيستن الواحد بيفهم بأنظمة المستشفى مش السوفت وير ديفلوبر يعني اللي كتب الكود، معاي انت؟ لكن يعني اليونت تيستن في انواع للتيستن، هذا اسمه سيستم تيستن اللي هون باللون الاصفر، هذا المقصود منه على فكره سيستم تيستن اللي انت حكيت عنه. النوع اللي بحكي عنه هو نوع من انواع يونت تيستن. يونت تيستن هاي بتنعمل مع الديفلوبر اول ما تبلش تكتب الكود، اوكي؟ في عده انواع للتيستن، اللي هو يونت تيستن اول ما بلش اكتب كود ببلش اجرب الكود، اوكي؟ ببلش سيستم تيستن بس اعطيك جزئيه من السوفت وير واقول لك هذا انا عملت الريكويرمنتس لك فيهن، تيجي نقول خلينا نعمل له سيستم تيستن انه الريكويرمنتس مضبوطه ولا لا. لكن انت اللي بيعمل سيستم تيستن ما بهمه انت كيف كتبت الكود، اللي احنا بنسميها زي بلاك بوكس تيستن، يعني جوا ما بهمني كيف انت كتبته. اليونت تيستن انت بدك تمشي على الكود اللي إلك، يعني اللي هو وايت بوكس تيستن اللي هو لازم تمشي مثلا اف إلس، هذا كله بدك تعمل له تيستن، اوكي؟ اذا انت عملتي جود يونت تيستن، لو من يجي ويعملوا السيستم تيستن بعد ما تسلمهم جزء من السيستم، مش مفروض يكون عندهم مشاكل كثيره، وقد تكون معدومه، يعني بحياه العمليه تكون معدومه، اوكي؟ لانك انت كنت مجرب الكود قبل ما يصلهم. هاي نوع من الانواع سيستم تيستن انت بتعمله بعد ما تخلص الامبلمنتيشن او جزء من الامبلمنتيشن، هذا اللي هو عندكم بالسلايد سونا اللي بنسميه waterfall model. طيب احيانا هذول الاشياء لا بقول لك بديش اعمل كل الريكويرمنتس، قبل بس اخلص كل الريكويرمنتس بدي اعمل لها ديزاين، وبس اخلص كل الديزاين بدي اعمل له امبلمنتيشن، وبس اخلص الامبلمنتيشن بدي اعمل السيستم تيستن. بقول لك لا، طيب الشركه ما بتقدر تتحمل هيك، لانه هذا الكلام اوكي باخذ وقت، والشركات بمرحله تنافسيه، فبيجي بقول لك اللي هو احنا اذا بتتذكروها اجايل بعمل جزء من الريكويرمنتس وبعمل لها ديزاين وامبلمنتيشن وبعمل لها سيستم تيستين، بصير عندي جزء اللي احنا بنسميه ابديت، وببعث للمستخدمين هذا الابديت. فمثلا على تلفونك بتشوفي شو بتشوف الابديت، هذا وصلك جزء من الريكويرمنتس، نفذوها عملوا لك كود ودوا لك اياه، يعني. اوكي، فهذا الكلام اللي احنا بنسميه اجال. يعني كيف ننتقل ان كل المراحل هذول اللي قدامكم على الدائره هاي، اوكي، اللي بنسميها software development cycle أو life cycle، موجودات دائما، لكن كيف أنتقل من مرحلة لمرحلة هاي إيش بتعتمد. أنا بستخدم agile أو incremental، يعني incremental هو نوع من agile، أو waterfall، أوكي؟ يعني بخلص كل المرحلة بعدين ببدأ مرحلة ثانية، هذا waterfall، وأنا استخدمته هذا الكلام بس مشاريع حكومية. والآجال استخدمته كمان بس بالشركات، لأن الشركة بدها تطلع الريكويرمنتس إلها كثير بسرعة. طيب الآن التستن اللي بقى نحكي عنه، التستن في أنواع، اللي قصدهم بعمل تستن بعد ما خلص جزء من السيستم، هذا قصدهم في سيستم تستن مش يونت تستن، أوكي؟ اليونت تستن بدك تعمله بس تعمل الكود، لما تعمل جزء من الكود مثلا رحتي عملتي مثلا ميثود، اضفتي ميثود لكلاس، اوكي، اذا اضفتي ميثود لكلاس معناته بتروح تعملي لها تيست كيسز، كيف بدك تتاكد انه هاي الميثود اللي اضفتيها لكلاس معين مثلا بتشتغل، تعملي لها تيست كيسز تعمليها، وبتسلم التيست كيسز تبعات اليونت تيستين مع الكود تبع الميثود، اوكي؟ وصلت الفكره يا ريم؟ آه دكتور، بس هون آخر إشي إذا بدي أضيف ميثود بدها تكون هون مش يونت تيستينج، سيستم تيستينج، صح؟ لا، أنت أو لو من تكتب الكود تعملي له للوحدة اللي كتبتيها. ليش يعني يونت تيستين؟ للوحدة اللي كتبتيها، شو الوحدة اللي كتبتيها هون؟ الميثود. بس دكتور بلكي إنه خربت علي إشي تاني، مش لازم أعمل تيستينج لكل السيستم عشان أتأكد الأمور هاي تمام؟ والله يا
والله يا ريم لا تأخذي علامة زيادة ها بالمد إن شاء الله. ها كتبت اسمك لأنك صحيتيني يعني. أنا يعني بقيت الواحد قاعد أوكي. هو أنا التست كيسز لو من تعمل التست كيسز أنت بتستخدمي تولز. أخذتي كورس السوفت وير تيستن؟ إيه هذا الفصل اللي نزليته يعني مع السوفت وير ديزاين. أنا درسته مع الدكتور محمد، والدكتور محمد بعطيكوا تولز عن جي يونت. شو يعني جي؟ جي يعني جافا، ويونت يعني يونت تيستن. أوكي، أهم شيء بالكورس إنك تعملي يونت تيستن على فكرة، بالسيستم تيست. يعني إذا طلعتي عارفة كيف تعمل يونت تيستن هذا شيء ممتاز. أنت لو من تعملي يونت تيستن بتعمليها من خلال تولز، فبتضيف التست كيسز. انت الان بكون عندك مع مثلا مع السوفت وير الموجود في ايش، في تست كيسز موجودات ومكتوبات. انت لو من عملتي مثلا عملتي كود جديد للميثود بتضيفي تست كيسز جديده للميثود اللي اضفتيها. الان كلامك صحيح، انت ممكن تكسري شيء موجود. كيف نتاكد؟ تيجي تعملي ران لكل التست كيسز الموجودات. بس هذا الكلام الواحد ما بيقدر يعمله يدوي، يعني مانولي يدوي من خلال التولز. انت بتقولي مثلا ران اول تست كيسز، فممكن يصير عندك فعلا تست كيسز ذي فيل وانت ما إلك علاقه. يعني الميثود اللي اضفتيها، وهي شفتها بعيوني يعني صارت معي كثير، الميثود اللي اضفتيها اوكي كشفت مشكلة ثانية بكود موجود ممكن سنين، كشفت فيه مشكلة. أوكي، فكلام صحيح، أنت ممكن تكسر شيء لو ما نضيف شيء. أوكي، فأنت لازم تضيف التست كيسز، تعملي رن لكل شيء، ولازم كل شيء يعمل رن، كل شيء يكون التست كيسز باس مع التست كيسز الجداد اللي أضفتيهن مع التست كيسز الموجودات. اوكي، وهاي بالحياه العمليه يعني. اوكي، فيعني كلامك صحيح بهاي الحاله. فلهذا السبب احنا بنستخدم تولز، ما بنعمل التست كيسز يونت تست كيسز يدوي. اوكي، نعملها من خلال تولز. وممكن يعني ممكن طبعا التست كيسز كيف تكون مقسمات لاجزاء. انت لو بتعمل ران لكل التست كيس تعمل الجزء اللي له علاقه بالمنطقه اللي غيرتيها، ومثلا قبل ما تروحي على البيت ممكن تقولي run all of the test cases، ثاني يوم الصبح مثلا بالشغل تلاقيها عاملات run وبشوفي إذا anything has failed. هذا اليونت تيستنج تستخدمها من خلال tools، والtools إن شاء الله هتتعلميها هذا الفصل بالsoftware testing. أجبت سؤالك؟ لأن أنا نسيت السؤال على فكرة. تمام، شكرا. أوكي، ف يعني التستن يعني قصه. اوكي، هي اليونت تستن اللي بنحكيها هذا هو جزء من الامبلمنتيشن وجزء من الديزاين، لكن احنا هون اليونت تستن نعمله بطريقه مبسطه. بنعمل مين ميثود، كل مين ميثود نعمله هذا الكورس قصدنا فيه هذا اسمه يونت تستن، قصدنا فيه يعني مش جزء من الكود اللي بنعمله. احنا لو بتعمل جزء من الكود بدك تعمل له فحص، نعمل له مين ميثود وبنعمله بشكل سريع. لكن كيف فعلا تتعلم عملية اليونت تيستن وكيف تعمل اليونت تيستن بطريقة صحيحة، هذا بنتركه لكورس إن شاء الله السوفت وير تيستن. أوكي، فطبعا البروسس إنه كيف ننتقل من مكان لمكان اللي هو بروسس موديل، مثلا مثل ما كنا نحكي قبل شوي اللي هو الوادر فول أو آجال أو إلى آخره. أوكي، فطبعا السوفت وير ديزاين. طيب شو يعني السوفت وير ديزاين؟ قلنا كيف تعمل السوفت وير، كيف تعمل الكود. اذا بدنا فعلا نلخص الخلاصه، اوكي، انت عندك واحد قال لك هذا اعمل لي هذا اعمل لي سوفت وير برودكت، مثلا اعمل لي تطبيق اندرويد، يعمل لي كذا 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 كذا، هذا المطلوب منك، هذا الريكويرمنتس، المرحله القبل. اوكي، القبل من الديزاين. الآن أنت لو من طلعت على الريكويرمنتس قلنا كيف بدنا نعمل هذا الكلام، أنت بلشت مرحلة الديزاين. فطبعاً إذا روحت أنت مثلاً هذول الديفينيشنز، بتذكر أنا السلايدز هاي كتبتها قبل فترة يعني، بس بتذكر أنا عملت سيرش كأنه جوجلت وطلت لكم 3 ديفينيشنز.
اوكي، ولو ممكن هسه تروح تعمل هتلاقي ديفينيشنز كثير، لانه المبدا مش انك تحفظ الديفينيشن، انك تفهم الفكره. اوكي، الديزاين خلاصه الخلاصه كيف احول how to convert the requirements into working product، كيف احول المتطلبات لكود شغال. اوكي، اذا قرات هذول الثري ديفينيشنز كلياتن هذا المعنى. اوكي، يعني شو اول واحد بقول لك turning specification، انتوا تعرف تتذكروا كلمه specification شو معناتها. specification لو من ارتب الريكويرمنتس، يعني specification لو من انا ارتب الريكويرمنتس وكل شيء فيها لازم يقابله سوفت وير بسميها specification. into what؟ into operational software. لازم احول هاي السبيسيفيكيشن انتو اوبريشنال سوفت وير، يعني لسوفت وير ايش؟ لسوفت وير شغال. اوكي، طبعا with acceptable quality، وبدي الجوده طبعا، طبعا جوده مقبوله، يعني مش انه انا يعني دائما انه يعني الجوده فيها تناقض احيانا، التكلفه مع السرعه مع بدك توازنهم، وهذا اللي هسه بدنا من الديزاين، الديزاين تو هاف كواليتي سوفت وير بسبب الجوده. واهم شيء جوده للديزاين انه انا اذا بدي اعدل بتكون باقل تكلفه. اوكي، انه انا بتكون عندي باقل تكلفه. انت لو ما تروح تضيف كود على شيء موجود، إذا كان إذا الناس مش عاملين له with a good with a يعني maintainable software، هاي يعني الجودة اللي هي maintainability اللي هي الصيانة، هاي رقم واحد بدي إياها من software design maintainability صيانة. إذا أنا مش عامل الصيانة معناته أنا بقدرش أعدل كل ما بدي أعدل، ولا إنه التكلفة عندي عالية. يعني أنت مثلا لو إنه مثلا أنت بدك تعمل مثلا شغلة كود، اجى مثلا جزء من الكود مثلا نقول انه يتعامل مع جوجل ماب، واجى زميلك قال لك والله انا عندي كتبت كود بتعامل مع جوجل ماب، قلت له جيبه عندي بدي ادخله على الكود اللي عندي، بعدين بعد فتره ماله هذا الكود اللي له مش راضي يشتغل، بدك تعدله او بيشتغل بس انت يعني ما يعني هو اعطاك 70% من اللي انت بدك تعمله، وبدك تضيف 30% على الكود اللي له، كل ما بدك تضيف شيء ولا انه خربان شو بعدين بتعمل؟ بتقول ما بدي اياه. This is a bad code. ليش قلت عنه bad code؟ لأنك مش قادر تعدل فيه، كل ما تعدل فيه كل ما بتخرب إشي. That was not a good design. Good design نظريا إنه أنا أعدل شيء بدون ما أكسر الموجود، هذا اللي بدنا إياه. طبعا قديش نصلها 100% بدون ما تكسر الموجود، هذا برجع يعني قديش how good was the design. Okay. الديفينيشن الثاني بيقول لك the process، طبعا دوما the process، ليش process؟ يعني process معناتها مراحل. اوكي، انت لما تحول الريكويرمنتس لكود شغال انت بتمشي بمراحل. اوكي، نفس الشيء بيقول لك implementing software solutions، انك تحل بالكود المشاكل اللي هي طبعا problems in software احنا بنسميها requirements. لو نقولنا نحل مشكله يعني احنا بدنا نعمل كود للريكويرمنتس، هيك معناتها. اوكي، again with acceptable quality. الديفينيشن الثالث how to build a software، شلون تبني السوفتوير لايش؟ functional and non functional requirements. functional هنا ما قلنا requirements او specification، احنا قلنا انواع الريكويرمنتس اللي انتم اخذتوها بالريكويرمنتس اللي functional and non functional requirements. شو يعني functional؟ functional يعني الوظائف اللي بيعملها السيستم، يعني مثلا الاي تي ام ماشين بتعمل سحب، بتعمل اضافه ادخار الى اخره، هاي وظائفها. لكن نون فانكشنال ريكويرمنتس اللي بدخل فيها الجوده، لو من انا اسحب فلوس بديش اقعد 10 دقائق تاني اسحب الفلوس مثلا، لازم يكون وذ ا جود بيرفورمانس، يعني السرعه مقبوله عندي. فالنون فانكشنال ريكويرمنتس شو بتساوي؟ النون فانكشنال ريكويرمنتس بتساوي كواليتي اللي هي الجوده بلس ايش؟ constraints. شو يعني constraints؟ constraints انه اي قيود انحطت علي، يعني واحد حط علي قيود قال لي لازم تكتب الكود in linux،
معناته أنا ما بقول بقدرش أقول له والله أنا بدي أروح أشتري operating system تاني، قال لك بدي لينكس، هذا صار قيد عليه. فمعناته الحل اللي إلي لازم يكون ضمن هاي القيود اللي قيدني فيها. فكل المعنى كلياته إنه إيش، شلون أحول أوكي ال requirements to a working software to a working software. طب شو علاقة software modeling بهذا الكلام كله؟ software modeling عبارة عن أنا الفكرة اللي بذهني بعبر عنها إن model. الموديل ممكن تكون رسمة مثل UML أوكي، مثل UML أوكي. يعني UML مش design، يعني في خلط أوكي، في خلط. يعني أنا ما عمنيش استخدمت UML بكل خبرة العملية، هذا لا يعني انها UML سيئة ولا يعني ان ما كناش نعمل ديزاين. اوكي UML انا يعني انا اللي بحب استخدم بالديزاين UML لانها UML هي Object Oriented Language، واحنا لو من نعمل ديزاين نستخدم طريقة Object Oriented. فانت اذا بتفكر بUML انت بتفكر بطريقة Object Oriented، وإذا بتكتب كود بجافا أنت بتفكر بطريقة Object Oriented. هذا وجه التشابه. شو وجه الاختلاف؟ إنه يعمل أنا رموز ورسمات والجافا تكتبها بكود. طريقة التفكير واحدة، طريقة التفكير واحدة. يعني إذا أنت تعلمت كيف تطلع الكلاس بطريقة مثلا وكرسمت لهن UML، حتى لو رحت على شركة وما استخدمتش UML، انت طريقة اني اطلع هذول الكلاسز بعدها معك، سواء رحت كتبتها بجافا ولا كتبتها بسي بلس بلس ولا كتبتها باي لغة ثانية، لانها الطريقة كيف اعمل الشيء اوكي، كيف اعمل الشيء هو اللي بيظلوا معك. يعني لو رحت تتعلم الجافا وكيف اكتب جافا، لكن كيف تكتب good code مش معك. طب لو رحت كتبت بانذر programming language، هل هو انك تتعلم كيف تكتب الكود بروجرام لانجويج هل هو المطلوب؟ طب خلص، معناته قبل ما الناس تروح تشتغل اذا لا يروحوا على مثلا يدرسوا كيف تدرس تعمل الكود ولا تعمل السيستم سوفت وير سيستم والاخرين، علموا وان بروجرام لانجويج وقول له انت ريدي. يعني ما بزبط هيك اوكي، ما بزبط هيك. انت لو من تكتب بالكود اللي بتعمله انت بتجيب خبرتك كلياتها، التعليم اللي تعلمته مع خبرتك العملية بعد اخير ان شاء الله كلياتها خبرة معينة، بصير تقدر تطلع ايش with a good quality software اللي احنا يعني بنعمله software design. اذا شو software modeling؟ هي طريقة تعبير، توصف requirements مثلا برسمة، بتوصف كيف بدك تكتب الكود على سبيل المثال برسمة اوكي، ممكن توصف التستن إلى آخره برسومات تمثيلية أوكي. لكن كيف أترجمها؟ ممكن أترجمها بكود، ممكن أترجمها بأي شيء آخر. فالسوفتوير مودلينج اللي بدنا إياه إنه طريقة تفكير Object Oriented، لكن الرموز ممكن ترسمها بUML أو تكتبها بكود أوكي. فهنا مترادفات أوكي. طبعا المودل أنت يعني ما يعني لو قلنا مثلا نعمل لي مودل لهالبيت ورحت عملت لي مجسم لهالبيت، مش راح تحط لي كل شيء بهالبيت بالضبط بهالمودل اوكي، لانه اذا البيت موجود ما فيش داعي اشوف المودل، بروح اشوف الشيء الموجود اوكي. انت بتحط المعلومات اللي بدك توريها للاخرين، يعني المودل ما في كل التفاصيل اوكي، التفاصيل بالشيء الحقيقي. شو الشيء الحقيقي عندنا؟ الكود اوكي. الشيء الحقيقي اللي هو الكود. يعني أنا بتذكر سألت سؤال إنه شو software modeling، من الأسئلة الصغيرة هاي يعني، اللي بس بتفاجأ إنه الأسئلة الصغيرة كثير من الطلاب تلاقي راحت عملت جوجل ونزلت وإلى آخره، أو بيجي على السلايد مثلا بقول له شو software modeling، بقول لك representation of the real thing. أنا بعرف يعني عمل copy paste من السلايد وهو عادي. أنا يعني إذا الامتحانات أونلاين برا هي أنا عندي مثابة open book أوكي، إلا يعني ممنوع تشتغل مع شخص آخر، بس يعني جبته من النت جبته من السلايد ما بيهمني، بس أنا بعرف الطالب اللي كتب لي representation of the real thing أوكي، بعرف إنه
أغلب الظن ما بيعرف شو software modeling، أغلب الظن. أوكي، لأنه نسخها copy paste من السلايد. software modeling يعني إنه أنا أمثل representation تمثيل of the real thing. شو real thing؟ يعني يوم نكتب the real thing شو يعني؟ الكود. أوكي، يعني the code. أنا representation of what؟ of requirements of code of design of all of these things. أوكي، وهو الأغلب الكود، يعني بالنهاية شو system code. أوكي، يعني the real thing. أوكي، فشو the real thing أنت as a software engineer؟ يقول هو software كل مراحله، طبعا مش بس كود، يعني كل مراحله اللي هو من requirements حتى تصل النهاية. أوكي، أوكي، بعدين يعني برجع للسؤال اللي سألته ريم، إنه أنا إذا بدي أضيف method على class يعني بدي أرجع أعمل test ممكن أكسر إشي موجود، ولهذا السبب بدنا software design. أوكي، software design المفروض انك انت خلي لك maintainable software. شو يعني maintainable software؟ انك قدر اعدله. يعني انت شو رأيك بسيارة اذا بروح اقول لك غير سلك بالماتور، اجي اقول لك الميكانيكي لازم انزل الماتور كله واحط السلك وارفع الماتور، السلك بكلفك نص دينار وتنزيلة الماتور بكلفك 500 دينار مثلا. شو رأيك باللي صمم الماتور؟ بتقول ولا ما عرفش انه هالسلك يحط لي اياه من فوق الناس تحطه بشكل افضل. فهي واز ا باد ديزاينر. شو يا باد ديزاينر؟ لو ما اجينا نعدل او نصلح تغلبنا كثير. فانت بالكود او السيستم سوفتوير سيستم لو ما تيجي تعدل شو لازم تقلل التكلفة. هاي معناتها maintainable software. هاي معناتها maintainable software. يعني وهذا السؤال سألته على فكرة على السلايد بامتحانات سابقة، يعني ممكن أسألكوا إياه، يعني لوش بدي software، لوش بدي software design عفوا. فبتلاقي الطلاب، تلاقي مثلا بأخذ له نقطة مثلا كان implement new requirement، يعني بأخذ أي إشي من السلايد. يعني السلايد هاي كلها قاعدة بتحاول تفسر لك ليش أنا بدي software design. لوش بدي software design؟ To have a maintainable software. شو يعني maintainable software؟ So I can change it with low cost. بس شفتوا يعني كلمتين. إذا أنت فهمان لوش بدك software design، بدي يعني ليش بدي، يعني شو software design أول شيء؟ كيف أبني الشيء؟ طب ليش بدنا ندير بالنا بس نبني كيف نعمل الشيء؟ علشان أقدر أتعامل معه بعد ما أبنيه. يعني واحد بيجي بيبني بيت وقال والله إذا يوم من الأيام بدي أوسع البيت، خليت مجال معين من جهة معينة من هون بتوسع، هذا كان good designer حسب حساب التعديل. أوكي، يعني بالحياة العملية بتلاقي في ناس already good designer بدون ما يعرفوا شو معنات software design ولا غيره، لأن يحسب حساب إنه التعديل للشيء، إنه إذا حدث شيء تغيير أنا بعمل حسابي. وفينا يعني بتلاقي واحد مثلا بيقول لك والله بدي اروح مشوار من اربد لعمان، بدي اعمل هالوراق وهالاخره، وبيجي يعني جود انجينير في عنده شويه تشاؤم، بقول لك واذا ما لقيت فلان اللي بده لاقيني بعمان شو بدي اعمل؟ بكون حاس بحسابه. لكن اللي مش انجينير، اللي بفكر في طريقه انجينيرينج، ولا يعني انه بفكر طريقه معناته مع شهاده، يعني في ناس بتفكر طريقة engineering وهم ممكن محوش توجيهي، يعني أوكي، اللي ما بحسبش كيف إنه إذا حدا الشيء طار شو بيعمل حسابه، هذا مش engineer. أوكي، اللي 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 بحسب حساب شو أعمل إذا شيء صار، هذا بفكر طريقة engineering. أوكي، وهذا أنت إيش؟ هذا أنت طبعا بتعممه على الكود وغيره. أوكي، على الكود وغيره. فانت ليش بدنا سوفتوير ديزاين؟ علشان تو هاف ا مينتينبل سوفتوير. شايفينها وكل اللي تحتيها بتقول لك، تحاول تقول لك شو معنات مينتينبل سوفتوير. انت الشركه بتشتغل بشركه او بتشتغل على كود بشكل عملي بالحياه العمليه، لازم تظلك قادر انك تحثه باقل تكلفه ممكنه، لازم تواكب الحياه
التكنولوجي وغيره. اوكي فذاتس واي وي نيد سوفت وير ديزاين. في ناس طبعا اذا كان بدك تكتب كود لمشكله صغيره ما يعني ما بدك تروح تعمل لها طبعا دوكمنت ولا تروح تعمل لها يو ام ال ولا لا, انت بتعمل الديزاين ممكن تعمل ديزاين على ورقه صغيره لك يعني برموزك الخاصه او انك بذهنك ويكون عندك جود ديزاين وهي بتيجي بالخبره. بس كل ما كبر السيستم خصوصا لو من تشتغل مع ناس اخرين لا بدك تفكر يعني لازم تفكر طريقة أو أخرى تلاقوا طريقة تعرفوا شو بتساووا. ولهذا السبب إنه بالشركات وانتوا درستوها بالسوفتوير فاندمنتلز كلمة ريفاكتورين. شو يعني ريفاكتورين؟ نعيد صناعة الكود من جديد. لو من يمشي بالبروجكت مثلا 6 أشهر 4 أشهر لو منكون البروجكت بعده جديد, احنا بعد 4 أشهر أو 6 أشهر صرنا نعرف أشياء ما كنا نعرفها قبل 4 أشهر, صارت عندنا خبرة بالكود. ممكن يوقفوا هناك عدة أيام وواحد من التيم يعمل إيش ريفاكتورين, يعيد تضبيط وترتيب الكود. يعني شو يعني شو استفدنا؟ أعاد الديزاين للكود, رتب الكود طريقة أخرى. ليش؟ طب ليش ضيع وقته؟ لأنه نعلم إذا استمرينا راح نتغلب على المدى الطويل بتعديل الكود. الآن صارت عندنا معلومات أحسن من عيد الديزاين تبعه, يعني refactoring to the code. اوكي refactoring to the code مشان يكون عندك a better design مشان تقدر ظلك تعمل maintainable software. طبعا في other quality مثل performance وغيره لكن this is number one. وهنيجي لهم اوكي هنيجي لهم. طبعا قلنا يعني شو الباد كود مثل ما طرحنا مثال واحد اعطاك كود عنده قلت والله خلص بدي ارميه ما بدي اياه يعني باد كود انه كل ما بدك مش قادر تعدله that's a bad code. واحيانا باد كود انه مثلا ممكن is not with a good performance. يعني شو performance؟ performance مش انه اسرع شيء, performance انه على الاقل بيعمل وقته ضمن الوقت المحدد. اوكي لكن اهم شيء وايت ستبات كود ان يعني البرفورمانس بيعمل شغله. اوكي فيا اروح اغير الكود واضبط البرفورمانس لكن اذا مش قادر اعدل الكود شو بصير عندي؟ اوكي معناته this is a bad code. يعني you cannot change it, it's a bad code. اوكي if you cannot change it, it is a bad code. حدا عنده أي سؤال؟ أوكي حدا عنده أي سؤال؟ أوكي طبعا إحنا بنحكي بشكل نظري الآن لكن طول الفصل إن شاء الله بدنا نقول شو هالأفكار اللي بدنا نتعلمها. طبعا نقدرش نتعلم كل شيء بون كورس والخبرة هي خير معلم يعني لكن احنا بدنا ناخذ بعض اشياء بدنا نتعلم بعض اشياء من اللي سبقونا علشان انه نعمل مينتينابل سوفت وير انه كود بقدر اعدله. يعني مش شرط انه بيكون فانكشنال سوفت وير انه بيعمل وظائفه, لازم يكون كمان وذا جود كواليتي. واهم كواليتي عندنا هنا او رقم واحد ايش اقول يعني رقم واحد انه مينتينابل سوفت وير إني أقدر أرجع أعدله أصونه يظلوا أضيف عليه new requirements إذا طلب مني. وإذا ما بتقدرش تضيف خلاص الشركة بتسكر. أوكي وهذا شيء غير منطقي. أوكي لهذا السبب أنت ما بتشعر بأهمية software design أثناء فترة تعليمك. ليش؟ لأنه مثلا روح أخذت مثلا course C#. وانطلب منك تعمل جود مثلا بروجرام روح ضبطت البروجرام وعملت جود يوزر انترفيس مثلا واشتغل المطلوب خلاص ذاتس اكسلنت ما دام اشتغل المطلوب. لكن لو بالحياه العمليه انت عملت هذا البرودكت واجى واحد عدل عليك الريكويرمنت قديش انت بتدفع ثمن هذا التغيير؟ يعني انا لو كنت ادرس يعني object oriented بتذكر شخص كورس object oriented لكن
بإحدى الكو... وأنا مش يعني يعني مش لا كمبيوتر ساينس ولا ولا سوفتوير إنجينيرينج ولا يعني أنا إلكتريكال إنجينيرينج okay. يعني تخيلوا يعني بعيد كثير يعتبر okay. لكن أحيانا تأخذ كورسات من تخصصات أخرى وهذاك الكورس يعني كأنه ممكن أبجكت أورينتد إنه كيف بقى يعمل فينا المدرس إنه الدكتور شو بقى يعمل فينا بقى يعمل فينا إنه غير علينا الريكويرمنتس قبليها بيوم طبعا بقينا يعني لأنه منتعلم بداية الطريق كي بدك مشان يجبرك تحسب حساب إنك لو من يتعدل عليك شيء ما تتغلبش كتير لو من غير عليك قبليها بعشر ساعات إذا أنت عامل حساب التغيير كان إلك عين للتغيير يعني بتلقط وين ممكن أشياء ممكن تتغير أنت بتغيره بخمس دقائق وانتهى الأمر لكن إذا شخص بقى بس المهم إنه يشتغل الكود ممكن ما يقدرش يسلم الأصامة ما يمداهوش وقت إنه يقدر يصلحها يغيرها okay. الآن طيب كيف نعمل هاي الأشياء طيب شلون software designers what software designers should do to solve these kind of problems أنا يعني هذولا كتبتهم أنا من خبرتي بتدريس هذا الكورس okay. يعني كلياتهم بدور حول ثلاث أشياء على فكرة وهنطبقهم إن شاء الله عمليا ما استطعنا يعني حتى تقدر تعمل good design كيف تبني الشيء لازم تقسم الشيء اللي هو أنتوا خطوها divide and conquer لازم تقسم شو يعني divide and conquer أنا بعمل divide للشيء مشان أقدر أتعامل مع مشكلة أصغر وهي بالحياة العملية يعني يعني اعجبني احد الاشخاص انه مشاكله دوما برتبها بقول 1 2 3 4 وبقول يعني بديش اقعد افكر فيهم كلهم يعني اي واحد منهم تنحل بريح الموضوع شفت كيف هو قسم مشاكله قال مشكله اولى مشكله اثنين بالحياه العمليه يعني وقال والله هاي فينا نشتغل عليها هاي فينا نشتغل عليها احسن ما واحد يقول لك والله ما خلص I'm overwhelmed يعني شو يعني خلص اندملت كل المشاكل مش قادر أفكر ولا مشكلة أوكي دوما حتى تقدر تحل شيء بدك تقسمه وكلمة problem احنا نقصد فيها هنا requirements ومش بس requirements كمان لو ما تبلش تحل بدك تبلش الحل نفسه بطلع عندك كمان مقسم أوكي يعني هنا you have to divide the problem. If you don't know how to divide a problem, you are not an engineer. Engineers solve problems. وحتى تحل المشكلة لازم تقسم المشكلة. Okay. وكل يعني software architecture شو بعمل؟ بقسم. Object oriented شو بعمل؟ بقسم الشيء لobjects. Okay. أي شيء بدك تقسمه okay. طيب بعد ما نقسم هذا الشيء isolating those divisions or parts اللي قسمتهم لازم يكون بعتمدن يعني مفصولات يعني شو يعني كل قسم له مهمة ومش بس انك تقسم يعني ممكن تقسم الشيء ويكون تقسيمك سيء okay. كيف بدي أعرف إنه التقسيم عندي مش سيء؟ لازم كل واحدة إيش؟ إلها مهمة معينة. أوكي؟ إلها مهمة معينة. يعني أنت تخيل واحد راح قسم الكليات عندنا بالجامعة بشكل هذا وإنه حاط كلية الطب مع كلية الآي تي وسمها كلية باسم آخر. مشكلة. تقسيمته سيئة. ليش تقسيمته سيئة؟ لأنه لو طلع قانون لطلاب الطب بخص الطب راح يأثر على طلاب الاي تي شو ذنب طلاب الاي تي لانهم بس محطوطين مع بتقسيم الطلاب الطب اوكي يعني وجود الشيء بالمكان الغلط بغلب بالتعديل اوكي ومش بس انك تعطي لكل واحد مهمة معينة اللي هو تخفف الاعتمادية بين الاشياء اذا انت اصلا قسمت كل واحد لمهمه فعلا تقسيمتك هن نفس اعتماديه راح يكون ايش قليله بين بعضهم طب ليش الاعتماديه بين الاجزاء لازم تكون قليله ما استطعنا لانه اذا غيرت مثلا بارت اي ما ياثرش على بارت بي مو بارت بي مش موجود معه اذا غيرت كلاس اي
ما أثرش على الكود اللي بكلاس بي، ما هم أصلا مقسومات عن بعض، ما أنت قسمتهم هيك. فهذول الثلاث أشياء اللي أنا حبيت أعطيهم هيك قبل ما أعطيك الاسم اللي الناس تتداول عادة، مشان ما أقول لك إنه الاسم اللي هنا مش معقد، هو الكلمتين الحكينان. قسم طريقة صحية، كل واحد له مهمة معينة، اللي هون بنسميها الكوهيجن. شو يعني كوهيجن؟ الشيء من جوا، هاي كوهيجن، الأشياء إلها متماسكة مع بعضها، إلها علاقة مع بعضها. يعني شو معنات هاي كوهيجن؟ يعني الشيء له مهمة واحدة، معناته هاي كوهيجن is a good design. طب ليش يعني لازم الأشياء يكون لها علاقة ببعضها جوا؟ مشان إذا بخلط الأشياء اللي ملهاش علاقة مع بعضها شو بصير؟ إذا بغير شيء ممكن يأثر على شيء آخر ملهوش علاقة، شو ذنبه؟ ذنبه أنه معاه قاعد بنفس المكان. لو الشرطة توقف سيارة، لا قدر الله أنت مصاحب إنسان سيء والشرطة وقفته، ممكن تأخذك معه بس لأنك قاعد معه بنفس السيارة، أنت مالكيش ذنب المشكلة، بس ذنبك أنك قاعد معه بنفس السيارة. نفس الفكرة، هذا هاي كوهيجن، جويت الشيء. طيب والاعتمادية اللي بين بعضهن اللي هو اللي هي الكابلين، شو معنات كابلين؟ اعتمادية. لو كابلين خففت الاعتمادية مع بعضهن، أوكي؟ خففت الاعتمادية بين بعضهن. إذا أنت خففت الاعتمادية بين بعضهن معناته لو غير مكان ما أثرش على المكان الآخر. شفتوا كيف نظريا إحنا بنحكي كيف؟ إنه لو من أجي أعدل معناته، لو أشيل جزء وحد جزء، مش مفروض إني أأثر على أشياء ثانية أمكنه أخرى، أوكي؟ وبقدر أبدل الشيء وحط شيء آخر، والآخرين ما بدروش إنه أصلاً إني بدلت، أوكي؟ فهذا اللي بنسميه كابلين وكوهيجن. معناته لو كابلين اللي هو الاعتمادية قلت، اللي هو النقطة تحت اللي هنا reducing dependencies، هي معنات low coupling، okay. high cohesion اللي هي ونسميناهن إيش؟ each part has one goal or responsibility، معناته to have good design معناته بدي high cohesion and low coupling، أو one goal for each part يعني مهمة معينة، والاعتمادية بيناتهم أخففهم. طول الكورس من الآن تقريبا، من الآن يعني أو من شابتر 2 شابتر الجاي لنهاية الكورس، إذا بتفكر فيها كل اللي بنحكيه معناته كيف أنا أخفف الاعتمادية بين الأجزاء، وكيف أحط الأشياء اللي لها علاقة مع بعضها اللي هي هاي كوهيجن and low coupling. ونتعلم أفكار مثل أفكار هون examples، يعني أنت لو من تحط بين الشيء والشيء interface مثلا، شو يعني interface؟ interface اتفاق. إحنا منروح على البريد، أنت بتبعث مثلا طرد بريدي، أوكي؟ الطرد البريدي تبعثه بطريقة اتفاق معين، البريد بيقول لك كيف تكتب العنوان إلى آخره. الآن لو رحنا على البريد ثاني يوم وكان مغيرين جميع موظفين البريد، أنت المفروض بعدك ما تأثرت بهذا التغيير. ليش؟ لأنه أنت ما دمت متقيد بالاتفاق كي تبعث الطرد البريدي، هم المفروض يقدموا لك الخدمة. هذا بالسوفتوير اللي نسميه انترفيس. طبعا انترفيس كثير منكم دوما بس نقول كلمة انترفيس بتخيل يوزر انترفيس، يوزر انترفيس يعني زي الزرار وهالكذا، او كيف كيف اليوزر بدخل كوماندز، كيف بتعامل. لا، هذا نوع من انواع الانترفيس، لكن مش كل الانترفيس. اي سوفت وير بيحكي مع سوفت وير، اذا بدك جود ديزاين بدك تحطهم من خلال انترفيسز، من خلال اتفاق بين بعضهم، اوكي؟ يعني والله سألت هاي، والله كمان قلت إنه مرة شو السوفتوير ديزاين، وكان أحد الطلاب طبعا لأنه جابها من جوجل، شو السوفتوير ديزاين؟ بقول لك to design the buttons، ومن هالكلام على السكرين، لأنه كلمة ديزاين واسعة، أنت مش أي جوجل بتروح بحط لك ديفينيشن واحد معناته هذا الصح، أوكي؟
يعني واحد بيسألك أنت ماخذ كورس اسمه Software Architecture and Design، وبيجي بالفاينل اكزام بيجي بيقول لك شو Software Architecture، أو بيجي بيقول لك شو Software Design، وبتيجي بتروح جوجل أراوند. يعني أنت رأيك مثلا شو رأيك، بس أنت بتحكمه. أوكي، يعني على الأقل الواحد يعرف شو عنوان الكورس اللي أنا شو معناه فعلا، أكون يعني متشرب الفكرة فعلا إنه شو معناها، حتى لو ما اهتمش يعني شو معناها وليش ما أخذ. أوكي، وأنا وظيفتي إن أبين لك إذا مش فهمان شو معناه وليش ما أخذه، أنا مفروض إني إنك تسألني يعني. أوكي، فطبعا هاي أفكار كيف تصل لهاي كوهيجن لو كابلين اللي قلنا هون معناهن فعلا. أوكي، يعني مثلا بتحط ميدياتر حتى تخبي كل طريقة التواصل بين شيئين. ليش؟ مشان إذا بغير الشيء الأول اللي بيحكي مع الشيء الثاني، الميدياتر هذا الوسيط يمتص كل صدمة التغيير. أوكي، ونحكي وإنكابسوليشن، ودرستوا أنتم إنكابسوليشن بجافا وغيره، لو بقينا نقول لا تحطش مثلا الاتريبيوتس public attributes، حطهم جويت methods، هذا encapsulation. طيب يعني أنا مش عارف أكتب على السكرين لأنه مش مستخدم اللابتوب، يعني لو كتبت لك class وقلت لك حطيت لك attribute public، طب ليش public غلط؟ ليش لازم أحط private جويت method؟ وبنختم اليوم إن شاء الله بهذا السؤال. ليش مثلا لو عملت لك كلاس وحطيت لك اتريبيوت حطيتها public، this is a bad design، او تعلمت انه هيك غلط تعمل الشيك، بقول لك اعملها private وحطها جويت method. مثلا لو قلت لك حطيت لك class student وحطيت لك فيه جويته attributes GPA، وروحت واحد كتبها public init GPA، يعني عمل integer وحطها public، اجا واحد قال لك لا غلط تعمل شيك، حطه برايفت وحطه جويت ميثود، قول مثلا set gpa او get gpa مثلا. طب شو الفرق؟ مو بعده بصلها؟ ليش هاي جود ديزاين وهاي باد ديزاين؟ شو رايكم؟ ممكن احكي؟ تفضل. لانه امكانيه الوصول لها من يعني بس اللي بيوصلها بس المبرمج، ما بقدر حدا يعدل عليها من بالكلاس غيره. قصدك انه انا الكود طب وانا بعدل عليها من خلال سيت. بس يعني مش عارف كيف احكيها يعني مزبوط. ما انا عارف انا قصدك يعني مثلا كلاس ستودنت، وهذا كلاس ستودنت الاوبجكت اللي اذا بدي اكتب لكم هون شوي، وقلت مثلا جي بي اي، هاي إذا كانت public، وقلت مثلاً 4.2 مثلاً. عدلت عليها. في واحد ثاني بيجي بيقول لك لا، إذا حطيناها هاي إذا كانت public، الخيار الثاني إذا كانت private، باجي بقول set مثلاً GPA صح؟ وقلت مثلاً 4.2. شو الفرق بين الطريقتين؟ وليش الطريقة الثانية أنت بتفضليها عن الأولى؟ الطريقة الثانية، الطريقة الأولى لأنه شو الكلمة؟ إنه أنا حددت قيمة معينة بالكلاس فقط، ما يعني بقدر أغيرها. أنا دخلت بس نفس القيمة على فكرة في الشيئين، عملياً أنا عملت نفس الشيء، عدلت الجي بي اي جويت الكلاس صح؟ جويت هذا الأوبجكت. بس ليش قلنا إنه هون التعديل حدث جويت الميثود صح؟ وهناك حدث التعديل من برا، من برا الميثود. طب انا مشان مين بيحكي معي اول شيء؟ لوجين. لوجين، لوجين ايش؟ لانه في اكثر من تشطور. لوجين اخذتي معي قبل المره هاي صح؟ يو ام ال هاي زمان، معناته انا زمان ما درست. اوكي يا لوجين. طيب لو حكيت لك الآن الجامعة مثلا غيرت الجي بي اي، قالت بدناش إيان من 4.2، أو إنه غيرنا السكيل صارت من 100، كيف أنت بتعدل الكود بهاي الحالة؟
بعدل الميثود لحالها. هو أنا بتعدل الميثود لحاله والبقية وإذا كانت public. إذا كانت public بدي أعدل في أشياء ثانية. بدي أروح على كل عليها. مكان بعمل set لGPA بالطريقة هاي وغير الكود صح؟ صح. وتخيلي معناته أي أقل تكلفة يا لجين؟ أعمل set. شفت كيف؟ That's a good a better design. ويا لجين إلك كمان علامة. شفت كيف اليوم؟ مشان أشجعك على الفصل. بداية أي فصل بتكون صعبة يعني. اوكي خلاص وبنختم بهذا الكلام ان شاء الله. اوكي الله يعطيك العافيه. حدا عنده اي سؤال؟ اي سؤال؟ خلاص الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه دكتور. السلام عليكم.